أعتك في الكتاب فكرة لأول مرة تطرح في مصر والوطن العربي، تهدف لخلق جيل من الأدباء عبر تبني المواهب الأدبية وصقلها بطرق غير تقليدية ودعم الكتاب حتى الوصول إلى إصدار ونشر كتبهم. عطلة قصيرة لكل عشاق الكتابة ولكل من يعلم أن قلمه هو رسالته، ولكن لا يعلم أين يبدأ ولا يرى كيف يوصل. المعتكف الكتابي فكرة هي الأولى من نوعها في مصر والوطن العربي. المعتكف الكتابي فكرة مش مجرد ان احنا بنعمل ورشة كتابة، احنا ما بنعملش ورشة كتابة، احنا بنطلع الطاقات الابداعية لداخل الشباب وبنمشي معاهم في المشوار ده لحد ما بينشروا اول كتاب ليهم، وبنعمل لهم دعم ونصايح في نشر كتبهم، وبعد كده بنفضل معاهم لحد اول حفل توقيع ليهم. شارك العديد من الأدباء بالمعتكف كي يعيشوا في هذا العالم الذي يبدأ بفكرة ما قد تتحول إلى عمل إبداعي يخرج إلى النور فيغير العالم. عملنا وركشوب، أخذنا بعض الأسس، السمر بقى وقعدت بالليل دي هي اللي بتطلع الواحد من ضغوطات كتير. كان الفترة اللي فاتت الواحد حتى في حق نفسه مقصر، مش بيدي نفسه أجازة أو كذا. ممارسة لهوايتك مع لمسة احترافية تعلم، ولذلك أنا مبسوط جدا الحمد لله. ده تاني اشتراك ليا في المعتكف. المعتكف الأول كان في شهر مارس. أنا مختلفة تماما عن المعتكف ده، عن المعتكف الأول. المعتكف الأول كان الواحد لسه بيتحسس طريقه عن طريق مشاركة مع هدى والزملاء الأدباء والروائيين اللي كانوا معانا. احنا من أعمار مختلفة ومن بلاد مختلفة، ففي بنشير معلومات عن كل حد، وكل حد بيتكلم عن بلده، وكل حد بيتكلم عن البيئة اللي هو جاي منها والثقافة اللي جاي منها عامل ازاي. بنحكي بقى قصص، كل حد بيحكي قصته مع الكتابة. معتكف يهدف إلى خلق جيل جديد من الأدباء عبر تبني المواهب الأدبية وصقل موهبتهم بطرق غير تقليدية.